هنحاول نهرب من السيد لحمة، ولكن مش عن طريق الطيارة ولا عن طريق الباب. هنهرب يا جماعة عن طريق القو السري اللي موجود تحت. فتأكدوا بقى تعملوا بقى لايك، ولو انتوا لسه جداد معانا في القناة الزر الأحمر تحت دوسوا عليه بسرعة وحولونه رصاصي عشان تنورونا وتشتركوا معانا في القناة. خلينا يا جدعان نبتدي جيم جديد ونشوف السيد لحمة مجهز لنا ايه النهارده، لان احنا مجهزين له مفاجأة يا جماعة. يلا يلا هيتصرم لما نيجي نهرب. ايوه ايه ده يا عم، انت بتخضني بالكلام اللي انت كاتبه ده، انت كمان. الله 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 الله، الواحد يا جماعه ناسى المكان. هو ايه ده، هو هنا مفيش، نسيت ان مفيش جامب اساسا صح؟ العب ان شاء الله نكون يا جماعه ايه في السريع كده وننجزها. ده صوت رجله ولا صوت رجله؟ هو الحمد لله الدنيا فاضيه. هو فين باشا؟ سيبك منه يا عم. الله الله يا عم، انت هتخوفني هنا معاك. ما اظنش الباب ده صح. ما تخوفوناش بقى يا جماعه، احنا ماشيين زي الفل اهو. الرخامه. اسف يا باشا، يا باشا كم ايه الهبل ده، هو جاب منين ده؟ اوه لا لا، شيل شيل، اجري 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 اجري. المفروض بقى يروح عند اسمها ايه دي، الليزر يا جماعه صح؟ المفروض يروح عند الليزر ده، اقوى تراب ليه يروح على طول. باي باي، عايزين نجيب المفتاح الاخضر. هو ما جاش ليه؟ ما تيجي يا ابني، مستقبل ده والله. عايزني بقى نعزمه؟ ما تيجي يا سيد، خلص سيد محمح حنجز. وراح فين؟ ما علينا يا جماعه، خلينا نكمل في المثيره بتاعتنا. هو ده كنا بنستخدمه في حاجه ثانيه ولا لا؟ يا ريت تاكدوا معايا يا جماعه. مد 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 مد، والله ما نزلش تقريبا، مكثوف. هو بيحب العزومه، يا رب ما يكونش فوق. هو فين؟ يلو كي؟ يا نهار، انا مكاني حلو ولا ده بتاع الكابو يا جماعه. ايوه ان شاء الله نطلع منها على خير. جاي؟ باتشا بصش عليا كويس يا جماعه، انا ما دبتهاش، كان كرشي وداني في داهيه. الحمد لله شفطت بطني يا جماعه في الوقت المناسب. اوه لا لا، ده انا مستخبي في اسوأ مكان في العالم. ماشي صح، ما اظنش هيجي تاني. وانا بعمل ايه؟ الحاجه هنا واقعه صح. بيبرطم بيقول ايه ده؟ كمل يا عم، انت هنكت ولا ايه يا ابني؟ يا حبيبي امشي. والله ما عايز يمشي يا جدعان، مهنك حرفيا. احنا مستخبين هنا؟ ما اظنش يروح يشوفنا هنا. ها هيروح في الباب اللي في الوش. ليش يا باشا؟ اجري اجري. مجنون. افتح بس ما تستعبطش بقى انت كمان. افتح، مش اي حاجه هنا يا عم. انت فاتح ايه؟ مش فاهم التهنيجه دي كلها. مش محتاجين الطياره يا جماعه، احنا هربنا عن طريق المره اللي فاتت. هنا مش محتاجين حاجه. تعالى يا باشا اسمع كده، حاجه كده طرب مني، اضرب ودانك كمان معايا. استنى كان دور كده عبز بسرعه. حاجه في حاجه كويسه. خلاص يا باشا امشي بقى. انت حرقت في الله الله الله، عامل زي البومه والله يا جماعه. بيلف 350 نط يا معلم. اوه اوكي اوكي، الوضع يوتر بصراحه. هو في ايه هنا؟ فاضي هو. اوكي خلينا نحذف فلوسي كده على السريع. تعالى تعالى، انا هشوفك كده ايه عشان تنور المكان. والله كده كده انا شفت بس ايه النواقص اللي هنا، مش عايز اروح الناحيه الثانيه هنا براحتي واستكشف زي ما انا عايز. افتح. معقوله هنا مفيش حاجه خالص يا جماعه؟ طب فوق ما اتفتحش؟ ايه يا عم؟ هو في ايه؟ ايه اللي فرقع ده؟ الراجل اتجنن ولا ايه؟ ما تهدى يا عم، شكله دخل في ترق. ده لسه عايش يا جماعه، يا ابني انت ما بتموتش ولا ايه؟ ايه بسبعة ارواح انت قطه؟ كمل ماسك حاجه في ايدي مش فاهم انا. كمل
مكنسة. اهلا بيك يا مكنسة. مفيش حاجة هنا فاضية. اختي كمل. ادي تنفعنا والله. اروح كده سريعا. روح روح روح. بصوا هتفهم عند الليزر. اسحبه هناك. باي باي. تعالى زقزقه. بزقزق له يا جماعة. جايب رجلي. لا 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 انت بتهزر. حسب حسب. فودي روح يروح للليزر. روح للليزر يا يا حاج. روح روح. ايه ده في ايه؟ هو ايه اللي حصل يا جماعه؟ انا ولا اتفنش المكان. يا نهار دخل امتى وراح امتى ما تفهمش. الله الله يا جدعان راجل مجنون حرفيا. امشي يا عم. خش الاوضه دي اوضه النوم. اوكي في ايه هنا بقى؟ معقول مفيش اي حاجه خالص؟ اوضه طول بعرض على الفاضي. افتح اخينا جاي يا جماعه. لا بقى ارحمنا بقى يا عم انت كمان. مفيش اي حاجه حرفيا جوه هنا. اوكي احنا لسه بس في الدرج الاخير ما فتحناهوش. حبالك نظره عليه. بصوا انا هتفت له بتاع هناك. يا رب يبلع الطعم يا رب. ده انا كده اللي هبلع بقى. الليزر ده مشكله. استنى يا باشا. مفيش حاجه مفيش حاجه في الادراج دي ولا ايه؟ الخشب ده اللي عمال يزيق اليمين وشمال. فضحنا والله. خلاص يا باشا باشا ناخد بس البتاع. انت مش شايفنا ولا ايه؟ صباح العسل. كان مره فرت مهنك دلوقتي خايف مننا يا جماعه. ولا مش شايفنا؟ لا مش شايفنا. اوكي روح هجرب حوار الليزر ده تاني. بصوا بحاول امشي من عند انا مش بحاول يا جماعه. انا عايز اهرب. عايز اهرب دلوقتي قبل بكره. كمل. خشب ده فضيحه اهو. استنى بقى روح بقى هناك. اهي اهي على روح اهو روح. عليك. ايوه حلو حلو. يا رب ما يشوفني يا رب ما يشوفني. العب احسن. خلصنا منه فقري قوي. مش لدينا حاجه اروح فيها. يا رب يكون في اي حاجه في الادراج. والله ولا اي تراتش لازمه. محتاجين الكابتن يا جماعه عشان نفتح الحاجه. في ايه هنا تاني في الغساله؟ ده والله الدنيا هنا فاضيه. انا حرفيا مش شايف اي حاجه في المكان. خلينا ننزل عن طريق الكابو يا جدعان. مش شايف حاجه خالص. انزل انزل. اه يا رجلي. وهو جه. انا مش شايف اي. ايوه صباح العسل. كده نقدر بقى نتحرك براحتنا اظن يا جماعه. اغلبيه الحاجه موجوده تحت. انا فاكر الشاكوش بيبقى موجود تحت في الاغلب. يا رجلي اتفرمت. كمل. ايه يا عم الفيلم الحزين ده والاغنيه الكئيبه اللي انت مولعها لنا دي كمان؟ انا مش فاكر بقى بالظبط كنا رايحين لمين ولا شمال. هنا سد اساسا. كمل ارجع. اظن ده الطريق الصح. هنشوف شمال لمين. انت لسه عايش يا هلا. اوكي خدنا الاساس. دي قطه دي ولا كلب ولا ايه بالظبط؟ انا شايف نكتفي بيها صح؟ شايف ده كويس. نرجع تاني والوضع يبقى تحت السيطرة. افتح السيف كي. افتح السيف كي. خزنة. اوه قطعة الشوت جان دي مهمة يا جماعة جدا. اوكي هنحتاجها في الخطة اللي جاية. روح. اوه ده في أداة هنا كمان. يا حلاوة. طب استنى بس ارمي كده ونجيب الباقي بعد. ارمي ده كده بس كده على السريع. ناخد بقى الباقي. حلو هننزل تاني يا جماعه نكمل بيت الحاجه. والله في شويه حاجات لذيذه جبت كده اتنين تقريبا كل الحاجات تحت وانا ما اعرفش ولا ايه. تعالي يا طوطه. مش شايفاني ولا سامعاني؟ يا جدعان انزل انزل يا حبيبي. يا عم بيهنك في اوقات غريبه. مفيش حاجة هنا ولا ايه المكان اللي كله ملخبط ده على بعضه؟ كمل القطة والله شغالة يا جماعة. والله نو 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 نو. على قطوطة راحت فين دي؟ كمل. أظن إحنا كده في التمام. ممتاز كمل. هي كده بتاعت الشوت جن كانت إيه الكعبلة دي؟ إيه كمية اللفة اللي مالهاش لازمة دي؟ خش طيب هنا. إيه ده؟ شكل القطه هنا كانت بتروق اي حد يخش. انت
تروقوا. اوكي فتحنا الخزنه اللي هنا مفيش اي حاجه. خلينا نشوف اللي بعده. اظن ان احنا محتاجين ننزل يا جدعان. او 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 بس يا الله 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 استني قطه استني بس استني والله الموضوع ما مستاهل. ادي كده نفسك. ايوه اوكي محتاجين هنا تي ان تي. ماشي في حاجه ثانيه هنا. الله فاضي يا جماعه احنا مجرد ما نحط ده هنا خلاص كده فتحناه بكل سهوله رغم انه معمول من الخشب مش عارف ليه هنحتاج كل ده. يا طيب عفره سيبني اخد البتاع. عضتني ولا مت ولا ايه؟ حرام عليكي حرام عليكي يا هدار. والله قرمتني من رجلي المفتريه كده قطوطه. ماشي طف يا عم كشافك ولا انت مكمل بيه؟ الله منور يا جماعه بوجودكم. ايه كميه الاضاءه اللي انا شايفها دي؟ كمل روح. مش موجود صح؟ فتحش بيها دي صح؟ يا عم خضتني يا عم انت لسه فوق. انزل تحت طالع واجهني. اعزف له اعزف له اعزف له. عمال لي يستهبل هنا. خلينا اسحبه. يا رب يروح له يا رب يروح له يا رب الخطه تظبط يا جماعه. هو سامع بقى هناك المفروض يروح. مفيش خشب اي حاجه عملت صوت. لو جابني كلسان طيبين هيروح هيروح. 50 ثانية عشان كده في السريع. اوكي افتح. اخيرا ايوه كده بدأت البوادر تبان كده. العملية بدأت تحلو يا جماعة واحدة واحدة. ممتاز هات بقى ده كده على السريع. اوه القطعة التانية بتاعته هنا. حلو قوي اتحرك يا حبيب قلبي. خد بقى دي كده سريعا. عايزين ننزل الأول. اوكي وهنضطر نطلع تاني عشان نعمل القصة يا جماعة. شيل خلي ده هنا عشان كده اسحبه بيها. احاول اسحبه بيها. اوكي نرجع تاني للكابتن. احنا محتاجينه يا رب ما يقوم. مصيبه لو قام علينا ناقصين جنان. القطعه دي عايزين نحدفها تحت ولا خليها نبقى نسحبها بعدين؟ خليك نايم يا باشا نوم العوافي اوعى تصحى زي ما انت. اوكي حط بقى ايوه هنا. هلا باش باش. انت شو كنت فوق يا جدع اللي جابك هنا؟ غريب. اوكي خلصنا منه شويه ممتاز. هنا محتاجين ال ما اظنش يا جماعه محتاجين حاجه تانية. ما علينا ارمي بس الحاجه دي خليها هنا احتياطي. يا على رخامتك. ابخ فيك انت كمان امشي. جت لي منين دي يا جماعه؟ عامله زي عفريت العلبه تقريبا. شافتني من الكشاف ما عملتش اي صوت. انا عايز اخد بس القطعه الاخيره وخلاص. انا حافظ مكانها. يلا بسرعه بسرعه المتاهه اللي انا فيها دي. اخيرا خد يا معلم حذفته هنا ممتاز. ده المكان اللي لقيته وكان فيه مقص هنا ومفيش اي حاجه تانية. بس ده طلع مقلب يا جدعان. خد يا معلم القطعه. خلينا نروح نركبها على السريع. ركبناها لسه ناقصنا القطعه الاخيره. يا عم ارحمنا الجنه يا جماعه. الجنه حرفيا الراجل. استنى عشان في حاجه هنا عايزين نشوفها. فين الادوات اللي هنا؟ تعالى 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 عشان انا اتخنقت منك. بس مع السلامه وقعت قلبنا معاك. افتح. اوه كار كي. امشي بقى امشي يا حب قلبي كمل. روح بسرعه بسرعه بسرعه. افتح. عايزين نفتح دي على السريع. اوكي افتح الازرق. خلينا نروح بسرعه يا جماعه. ارس ارس اديها راسك كده بتاع انت مجنون. روح 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 روح. اظن الباب اللي فوق رغم والله اللون مختلف كل شويه انساه واتلخبط فيه. القطه الغداره دي. بس عايز اتاكد من حاجه. عندها يا جماعه السيفو. استنى بس ما تهرمنيش. انا ماشي زي بالك. وعندنا الكود هنا. حلو خدنا الكود. يلا بروح بسرعه ننطلق نكتبه. روح 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 اقفل. يلا افتح افتح افتح. ايه ده بقى؟ عندنا الريد كي وعندنا الهليكوبتر. لا احنا عايزين الريد كي بس. شكرا. عفوا. ده الريد كي بتاع ده صح يا جماعه؟ انا بتخيل اظن هو بتاعه. مجنون يا مجنون. عايز اخش نقفل الباب. هيفرقع فيه صح؟ يا رب. احسن يا ذكي. ما بتفكرش انت يا عم الزكاوكو. دي عشان الباب. يبقى احنا مش محتاجين القطعه الاخيره دي ولا ايه؟ ويلو ده انا عمال من الصبح بدور عليكي كده يا جماعه. تقريبا خلصنا.
يب حط البقى ده كده على السريع. بس بس شكرا. نخلص من قطة الفهرية الاول. فين الكيمياء؟ دي قطة ولا كلب ولا اسد ولا ايه النظام؟ بيو مع السلامة. عرفتينا يا شيخة معاكي. قلو اخدنا يا جدعان اخيرا السي فور. عايزين بقى ننزل تحت بسرعة للقبو. روح 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 روح. بتخرشم كل ما انزل. مجرد ما نخلص من القطة نقول كده مبروك يا جماعة. وما اظنش محتاجين نشيل خشب ولا اي حاجة. يلا انزل. وي الخبطة اللي بعدها دي هبدأ مش طبيعية. الطريق بقى كان منين؟ عن طريق الماسورة اظن هو ده الطريق الصح. كمل. ايوه فيلم اكشن. هنط جاي. فكروني يا جماعة كده غلط. انا حفظت النفق خلاص. خلينا نخش. طيب ايه قطة تصحيتي ولا ايه؟ تقريبا صحت. او ما يجي الفيلم الاكشن ده تبدا تيجي وتدش عليا. انا عندها حرفيا. كمل. بس مش شايفها. مش شايفها الرخمة. الصوت بتاعها في كل مكان بس مش عارف هي فين. روح روح روح. ايه يا كمبورة. ابعد ابعد ابعد. ايه ده؟ خضتيني. هو وقت يا جماعة. قدامنا دقيقة. اوكي. بعد الدقيقة ده العملية هتخلص. طبعا ما ينفعش تتحكم في اي حاجة. القطة هتتجنن عمالة تدعبس. بس اكيد مش هكون موجود في نفس المكان. يفضل امشي بعيد شوية. هيبقى قدامي وقت ان انا اتحرك من هنا. ايه رأيكم نخش في اي مكان نستخبى؟ او ما تقرب لعشرين ثانية. اوكي. كم؟ 35. يا دوبك. انا راح استخبى. يا فهرية يا جبر. يا ردي ما استخبيت يا جماعة. ايه القطة المقرفة دي؟ طب بتاعها يقعد يعد ولا ايه الكلام؟ حرام والله يا جماعة. يا رب يا رب يا رب. سمع صوت التكتكة. ده احنا رحنا بعيد قوي. سمع عمالة تعد. طب ممتاز. كمل كمل. روح روح روح. يلا هانت. فرقع ارجوكي. انزل. فرقعت. ايوه بقى خلصنا كده يا جماعة. المحاضرة الاخيرة. ها لو القطة جابتنا خلاص كسون. طيبين. انت فين يا مفترية؟ تلاقي مستخبية ومكمبرة. تطلع لي يا جماعة زي الفرق. مش تخاف. مش عارف هي فين. بس خافت. اخير اخير. يا مجنونة. عمال ابخ عليهم خلاص. خلينا هربنا. ايوه بقى هيتجنن الراجل. ايوه ايه ده كمان؟ ايه اللعب؟ والله المكان شكله يخوف. يا كمبوره ده بتدور عليا. ده ايش؟ خلصنا اخيرا يا جماعه. هربنا من القطه المجنونه عن طريق النفق وبس كده. شكرا. دي جديد معايا سيوب جيمنج. يلا سلام.